كردو لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة. تشكروا مهرجان إفران على الدعوة. هو مهرجان لتشجيع الثقافة والرياضة. هذه النسخة الرياضية هنايا بشراكة مع آمي للنهوض بكرة السلة وخصوصا تروى تروى. بالنسبة لي أنايا هذه المشاركة هذه تروى تروى حنا ما كانتش معروفة عندنا، مي دابا ولات عندنا حنا في المغرب. كاين واحد الكاتيجوري اللي غيلعبوا الكوب دي موند ان شاء الله، نتمنوا لهم التوفيق. بالنسبة للبطولة الإفريقية تنستغل الفرصة وتنشكر الجمهور الوطني المغربي، وتنشكروا بالخصوص سيدنا الله ينصرو الرياضي الأول. الحمد لله كانت فرحة كبيرة، حققنا واحد الإنجاز اللي تيشرف كرة السلة. نتمنوا إن شاء الله تكون هذه انطلاقة باش أننا نخدموا مزيان وتكون استحقاقات ونكونوا في المستوى في الاستحقاقات المقبلة. إيوا النتيجة هي كما قلت لك النتيجة تنفرحوا بها، وإنما النتيجة من تتكون نتيجة مزيانة تتكون هذيك انطلاقة لاستعدادات أكثر. الحمد لله حنا استعدينا وكما شفتوا درنا واحد الانجاز كبير، ونتمنى ما يكونش صافي درنا واحد الريزلت صافي غادي نترخاو نوقفوا. بالعكس خاصنا نخدموا كلاعبين وكمسيرين باش اننا ان شاء الله عندنا ليزيليميناتوار ديال الشامبيون دافريك في نوفمبر، ان شاء الله خاصنا ندوزوا ونحققوا نتيجه احسن من الاستحقاقات اللي دازت في الشامبيون دافريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الانصاري محمد مدرب مع فريق جمعيه ميشليفن افران في هذا الاطار، في اطار النسخه الخامسه للمهرجان الدولي لافران، تنظم الجمعيه ميشليفن بشراكه مع العصبات فاس مكناس هذا الدوري الوطني 3-3 اللي تيعرف مشاركات مجموعه من الفرق من مختلف مناطق المغرب، واللي تيعرف واحد الاشعاع اللي غيعطي واحد الاشعاع للمنطقه وللشباب، واللي تيعرف مجموعة من الجوائز اللي وفرتها الجمعية المنظمة للمهرجان الدولي، وكذلك يعرف مشاركة لاعبين من الفريق الوطني المغربي يوسيز المشارك مؤخرا بالبطولة العربية بتونس، وكذلك تعرفه البطولة حضور لاعبين دوليين مثل هشام وكوردو. بين المشاركين تعرف الدوري مشاركة 24 لاعب من مختلف مناطق المغرب، و المنافسة قوية. هذا الصباح كاين الدور الأول، والمساء إن شاء الله غادي يكونوا نصف النهاية والنهاية، وغادي يتحاولوا ونوزعوا الجوائز إن شاء الله. الإضافة اللي كتعطي هاد 3-3 لكرة السلة المغربية، إضافة دابا هي أن 3-3 ولات لعبة أولمبية، والمنتخب والجامعه ولات تعطيها واحد الاشعاع ولات تعطيها واحد الاهتمام باش نطوروا هاد 3-3. لحقاش 3-3 تحتاج 4 لاعبين، بالعكس ان الباسكت اسانك تحتاج 10 لاعبين. يعني تتحاول الجامعه تعطي مجموعه ديال الخصوصيات باش تطور هاد اللعبه الاولمبيه. سابق فريق الرجاء فريق الوطني، جينا لهذا الفيستيفال اللي كيشجع المواهب، كي كتشوفوا منظم داك كاين الثقافه كاين الرياضه، وجينا نشجعوا هاد الوليدات الصغار تحت 16 سنه اللي كيلعبوا كره السله، اللي جاوا جميع الاقاليم هنا القراب ولا حتى الدار البيضاء، وكي كتشوفوا هادشي في المستوى وكيزيد تيعاون الشباب، وفي الذكرى ديال عيد الشباب بينهم يتطوروا ويزيدوا يلعبوا كرة السلة.
كيفاش كتشوف الافاق ديال كره السله في المغرب؟ والحمد لله كي كتشوفوا هاد السنه اللي كانت مبروكه على الرياضه المغرب كامله، كي شفتوا الفريق الوطني الاول فاز بكاس افريقيا وكيزيد يساهم في هاد الرياضه تنتشر بطريقه كبيره. كاين شي حظوظ اولمبيه ان شاء الله؟ هنا القدام كي كتعرفوا العاب اولمبيه لي نيفو كبير وخصو الخدمه بزاف، خاصك خدمه ديال 20 سنه كتبدا من الفئات الصغرى بحال هكا وتسنى وتصبر وان شاء الله يكون. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.